أخ يا إخوان بسيطي فقير بس بيحب الحج، شاب هو غير متزوج، مصمد 100 ليرة فوق 100 ليرة وال500 ورقة فوق ال500 ورقة، صار معه 50,000 ليرة سوري أو 40,000، كان الحج ب40,000 ليرة سوري أو 50، بده يطلع على الحج فيهم وحيلته وفتيلته كل شيء. هو إمام مسجد صالح الرجل ومنضبط، أبوه طلع له حجة بدل، في شخص قال له بدنا يا أبو فلان تحج عني حجة بدل، قال له طيب وهي المبلغ. الأب إجا على البيت فرحان أنه أنا بدي حج حجة بدل، الأب طاعن في السن. الأم شافت جوزها بده يروح على الحج صارت تبكي، حابة تروح على الحج بس إنها فقراء مو خرج ما معه 40,000 و50,000. الولد إجا بالمساء شاف أمه يعني ما لا مرتاحة، شبك يا أمي؟ هو مرضي. قالت له أبوك بده يروح على الحج في حجة بدل، وأنا والله مشتهية والله حابة بس ما معي. هلا حدثته نفسه هو مصمت 40-50 ألف بده يطلع على الحج، هو مو حاجج أمه حاجة بس هو شاب 20 سنة 22، أما أمه طاعنة. الله توفيق هذا من الله. ألا ما تبكي ولا تزعلي يا أمي، خلاص في 50,000 لإلك تروحي أنت على الحج. نين هدول 50؟ ألا أنا مصمد كيتا كيتا كيت هدول لإلك. الله يرضى عليك، الله يفتح عليك، الله يحن عليك، الله يبعث لك ملائكة. الأم تعرفوا الأمهات كيف تدعي، بتدعي مو باللسان، بيطلع شيء من الأعماق. أعطاها راح سجلها بفوج حج مع أبوه، طلعت أمه وأبوه على الحج. هو بس عم يبكي هلا، هو حابب يروح على الحج. قبل عرفات بشي 4 أيام بيرن التليفون في بيته. فلان هون؟ لا مو هون. بس يجي بتقولوا له فورا بتراجع وزارة الأوقاف. خير إن شاء الله. إجا هذا الشاب دقوا من وزارة الأوقاف، روح راجعهم فلان الفلاني. خير إن شاء الله. نزل عند الأوقاف فلان الفلاني، قال له يا أخي وينك أنت؟ وينك؟ صرنا عم ندور عليك 5 أيام من دقدق لك ما عم تجاوبنا. شو في؟ قالوا له أنت في لك جواز حج، بدك تطلع مع بعثة الحج. هو عمره 22 سنة. قال لهم أنا؟ قالوا له إيه. مو أنت فلان الفلاني؟ إنهم بلا. قالوا له هذا الجواز لإلك. قال لهم إيه هاتوا. أخذ الجواز، والله مزبوط يعني اسمه مكتوب هون. ما أعطى فرحته لحدا، منيح. إيه متى البعثة بدها تطلع؟ اليوم الفلاني. إجا طلع مع هالبعثة، أمه وهي وعم الطوف ونن وأبوه لقوه بقدامهم بوجههم. الله أكبر. هو بس ما عم تركز معه، يعني هو شاب ما كتير معروف وما كتير مشهور، شتو بطالعوا بعصية الحج. صار بس خلاص حج، يعني هلأ أوصل على الحج يا أخي ما بده. هو مو هو، المهم طالعوني على الحج. حج بهالحج. هو بعدين بعد ما خلص المناسك راح يستفصل بقى شو القصة. ما استفصل بالأول لأنه خاف يرجعوه. استفصل هو وراجع شو يا إخوان. الله عز وجل هذا الله. طلع القصة الحج مو هو المقصود به هذا الرجل. في شيخ، هذا الشاب اللي عم حكيكم عليه هو إمام مسجد من دمشق، في شيخ اسمه نفس اسم هذا الرجل وهو وجيه له مكانه وليس من محافظة دمشق، والدعوة هي في الأصل لاسم هداك، بس الموظف الذي يجب أن يحرر الأوراق وال خربط وراح حط اسم هذا الرجل، وطلع هذا على الحج وذاك الرجل بقي من دون حج. انت لما بتبر امك وبتبر ابوك الله يعطيك اشياء ما بتخطر لك على بال. والله يا اخوان كانها شو هذه، يعني فيلم هذا، اخراج هذا،